العيد كيما رمضان، رمضان كيما الناس، جوزناه كيما الناس باسكو راك عارف الناس راك تشوف في الاسواق تاع رمضانيه يشروا منا ويتجوزوا الاوقات تاع رمضانيه. ودوك من البرومي تاع رمضان دوك انا في الابواب تاع العيد، دوك الناس يتشري الحوايج تاع العيد، يتشري الحلويات، راهي تشري تانيك اللوز تاع حلويات يتو باش تفرح الاطفال اعزائي يفرحوا بهم باسكو هذه هي حاجه مليحه. انا ما صرفتش بزاف، ما نكذبش عليك، خليها هكاك في السطراق خويا العزيز. هذوك اللي يصرفوا هذوك باينين، باسكو اللي بدلوا خاوت الشياطين كيما المأكولات، كيما المأكولات غازيه وغير كذلك. باسكو راني نشوفهم الناس انا كيعرضوني برك، راني نشوفهم برك غير كيصرفوا برك المواكل كيما نقولوا قريب يخلص الاذان برك. الماكله هذيك تاع كيما نقولوا يخلوها ما يصدقوهاش، يخلوها هكا لابوندوني. نورمالمون انا شحال مخطا نقولوا من الشعب الجزائري اللي يديروا الماكله كيما نقولوا بالزياده صدقها للناس كيما نقولوا لجارك لحبيبك خاصه اللي ما عندوش ثاني كيصدق عنده حسنه. سيتو دوك الوقت انا فيه شهر رمضان، شهر رمضان شهر كريم، شهر الغفران، شهر العباده. كما نقولوا تانيك ماشي غير ياكل ياكل ياكل، تانيك يخمم على خوه على جارو. الفلاحه انا واش نقول لهم يا ناس روحوا غير بالعقل باسكو ما تبداوش. المواطن البسيط ما يقدرش. كيفاش البصل؟ البصل رجع كيما الفاكهه، اسمح لي رجع كيما البنان. انا من عندي ما نشيش انا البصل، ما نشيش البصل، نشي البصل هذاك الطويل، ما نشيش انا البصل هذاك المكور ولا ما كانش كاع ما نديرش. على شرط ندير كيما نقولوا الشوربه وندير هكا، نديرها تجاله نورمال حاجه مليحه. باسكو دوك الناس رجعت تذوق برك، رجع ان بول يحطوا في كيما يقول الله اكبر، ياكل غير اربع مغارف خلاص يترميني. رجعت دوك الناس ما تاكلش دوزيام بلا، رجعت كاع ما تاكلش الناس. الحلويات تاع العيد كل منوعه كل اطباق، كاين المقروط، كاين تانيك تزيريات، كاين تانيك العرايش، كاين تانيك كيما نقولوا الغريبيه، كاين تانيك كيما نقولوا تشارك لازم يكون. باسكو من جميع امراه كنت تسقسيها دوك تقولها واش جات الحلويات تقول لك بديت بالمقروط ولا بديت بالتشارك. هذاك هو الوحيد تاعها الشباح فوق الطابله. والشعب الجزائر مناسبه العيد نقول لهم بالصحه ولهنا، روحوا غير بالعقل باسكو السيكولا الصعيده راه حاله في كل جهه تاع كيما نقولوا مع رمضان وكسوه تاع العيد. روحوا غير بالعقل باسكو مواطن بسيط ما يقدرش حتى يكون غني تاني كيف، روحوا غير بالعقل. تانيك العيد لازم نكونوا حاجه مليحه، عنا نتحبوا نكونوا بعضنا بعض. سنة الرحم لازم توجور يدق على خوه على امه على باباه على اختو على ديك، لازم يخمم عليها، ماشي يخمم عليها غير في مناسبه تاع دينيه، لازم يخمم عليها توت دومان، لازم يخمم عليها غير هكا ابتسامه صداقه باسكو هذه هي. بطبع هذه انا مراتي توجور انا ما خليها في الستر، انا يا مراتي توجور مام كي دير حاجه غير حاجه خفيفه معليش المراه تاعي توجور نخمم عليها باسكو هذه هي. سواء الام ولا الزوجه كريمه، ماشي غير نديرو فراق غير الزوجه نو. يماك تانيك يماك وحيده كي تشيلها غير الجبه راهي تدعي لك الف 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 حاجات. باسكو الدعوه تاع الميمه مش كيما الدعوه تاع الزوجه. الزوجه حقيقه تانيك تهديها هديه غير حاجه خفيفه تهديها. وانا واش نقول للجمهور؟ كاع نقول لهم الف تحيه وصحه رمضانهم وصحه عيدهم، وروحوا غير بالعقل باسكو ماشي غير سهله غير كيما نقولوا الكاطو ايتو. العباده شهر الكريم من الغفران، شهر ثاني كالرحمه كلش من داخل الوطن او خارج الوطن الجزائري، وتاج فوق الراس كاع كيما راهم حتى خارج الوطن الجزائري. ورئيس تاعنا ان شاء الله ربي يخليه
وان شاء الله يخلي الشعب تاعو ان شاء الله، وان شاء الله ربي يخلي بلادنا توجو تكون كريمه بالخير والخمير ان شاء الله، وتاتشوق الراس من رايس وهبط قاعد تاتشوق الراس. وشكرا لكم وتحيا الجزائر. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. ديرتود تتمنى لكم رمضان كريم. زاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.